وجود الاحتراف هذا مطلوب من كل اللعيبه السعوديين، ليس من سعود عبد الحميد. امكانيات سعود عبد الحميد امكانيات عاليه جدا، حتى في الدوري السعودي يعتبر من اعلى الامكانيات اللي موجوده في الدوري السعودي. وانا تابعت حتى المتخصصين في روما كانوا بيتكلموا عن سعود واخذينه كمشروع استثماري وليس كاحتراف. في يعني ما قال لك اتوقع هيعدوه، ما ممكن هيشارك في البدايه، هيشارك وقت بسيط، ولكن مستقبلا هيكون على مستوى عالي وهيكون مشروع استثمار لصغر سنه وأداؤه المميز. فهذا طبعا هيفيد سعود وهيفيد المنتخب السعودي وهيفيد يفتح الباب. سعود انا اعتقد الباب الرئيسي اللي هيفتحه للاحتراف السعوديين في اوروبا. تعرف الاحتراف الان بدا، يعني حتى منتخب مدير المنتخب السعودي او مدرب المنتخب السعودي بيفكر بيرسلوا بعض اللاعبين اساس يحتكوا بالكره الاوروبيه ويصير احتراف ويشاركوا، لانه المنتخب وجود عدد كبير من اللعيبه الاجانب الدوليين والمحترفين العالي المستوى يحتاج اللاعب السعودي احتكاك بهذه، ما بيلعب كثير هنا حيضطر يروح يلعب هناك في اوروبا ولا يلعب في دوريات اخرى، احتكاك عالي، نظام احتراف على طبق بحذافيره، البيئه المساعده انه يكون يؤدي احترافه على اعلى مستوى. هنا المشكله ان لو ظلنا في الاحتراف السعودي اللاعب محترف، لكن الاجهزه الاخرى من اداريين ومتابعين واداره وكلهم هو وليس ما في احتراف كامل. لكن في اوروبا هناك احتراف كامل، نظام عمل، نظام حضور في موعد التدريب، ليس ساعتين ويمشي، يجي دوام كامل اللاعب في اوروبا على اساس يؤدي الاحتراف على اكمل وجه. فالان احنا المفروض كسعوديين نفرح لاي سعودي يحترف في اوروبا، لان هذا باب كبير اذا انفتح يدل ان هناك تطور كبير في الدوري السعودي، تطور في امكانيات اللاعب السعودي، واصبح تفتخر ان والله عندك لاعب يلعب في ليفربول، في مانشستر، في روما، في يوفنتوس، في ميلان، في اي فريق في فرنسا يلعب، في اسبانيا يلعب. فهذا هو الاحتراف. اذا انت نظرت في اوروبا 90% من اللعيبه ما هم من نفس المدينه او من نفس البلد، بيجوك من صح هي اوروبا تعتبر داخليه، ولكن الاسباني، الهولندي، البلجيكي، الفرنسي كلهم بيلعبوا في اوروبا. فما هذا هو الاحتراف، انك طيب تحتاج في المنتخب وتقدر تلاقي لاعب جاهز على طول.